السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وشهيوة جديدة على القناة ديالي ليلى ستايبل. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم كيك كيجي هائل لذيذ، هشيش كيدوب في الفم. هو كيك تريس ليتشيس او كيك ثلاثة الحليبات، ما يمكنش نترجمه حرفيا. هو الاسم ديالو جا من انه فيه ثلاثة الانواع ديال الحليب او ثلاثة المشتقات ديال الحليب، داكشي علاش سميتو هكداك تريس ليتشيز. المهم بقاو معايا باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. قبل ما نبداو، اللي مازال ما دارش اشتراك القناه يديرها، وما تنساوش تدعموني بلي لايك وبارطاج الفيديوهات، وشكرا لكم. غنقول لكم المقادير على مراحل. دابا غادي نقول لكم المقادير ديال الكيك. غنحتاجو فيه ثلاثه ديال البيضات، غنفصلوا الصفار على البياض، وغنحتاجو الكاس ديال الدقيق، كاس دقيق دقيق ابيض او دقيق الفورس، وعندي هنايا واحد شويه ديال الملح، واحد ربع معلقه. عندي هنايا نص كاس ديال الحليب، كاس العنبه، وغنحتاج جوج معالق كبار ديال السكر، سكر سنيده او سكر حبيبات. غنحتاج لواحد العصرة ديال الحامض. خديت المول ديالي دهنتو بالزبدة، غنحطو على جنب. غادي ندوز باش نوجد الكيك. انا درت صفر ديال البيض فواحد لوبول، وغادي نطربو مع سنيدة، جوج معالق كبار ديال سنيدة. غنطربهم حتى يولي اللون ديالهم باهت، حتى يولي مايل البياض. صافي، انا من بعد ما تربت البيض وسنيده كيف ما كتشوفوا القوام ديالهم كيولي ثقيل. دابا غادي نزيد الدقيق ديالي والرشه ديال الملح. انا نسيت ما قلتش مع المقادير خميره الحلوه. دابا غادي نزيد الخميره كيف ما كتشوفوا، معلقه صغيره، ما عمرش بزاف. صافي، دابا غادي نجيب واحد سباتولا وغنحرك الدقيق مع هاد الخليط ديال البيض. انا خلطت الدقيق مع البيض، دابا غادي نزيد الحليب. ها هو الخليط ديال من بعد ما خلطته مزيان. تقدروا تستعملوا الدراب الكهربائي او اليدوي. صافي، دابا غادي نخلي هاد الخليط ديالي على جنب، وغادي ندوز باش نطرب البياض. صافي، انا طربت البياض البيض ديالي حتى دار ليا هاد المنقار هذا كيف ما كتشوفوا. فاش كنوصلوا هاد المرحله صافي كنتوقفوا على التطريب. دابا غادي ناخد الابيض البيض ديالي وغنزيدو على هاد الخليط. غناخد غير واحد الكميه في الاول. نخلطها غير بشويه، ما نخلطش بالجهد باش ما يخرجش ليا داك الهواء من الخليط ديالي. دابا غادي نزيد الكميه ديال البيض ديالي كاملها. غادي نزيد واحد شويه ديال الفاني. نتوما الا كنتو غادي ديروا سكر الفانيليا ديروه في الاول مع سنيده. هاد المرحله نكون شعلت الفران ديالي باش يسخن على 170 درجه، كتاخد تقريبا 25 دقيقه باش طيب، يعني ما كتعطلش بزاف. المهم نجربوها بواحد الكوردون نشوف واش نشفات. صافي، ها هي موجوده. دابا غنحطها في المول ديالي وغندخلها الفران. غادي نخبطها واحد جوج خبطات مع السطح ديال العمل، باش الا كان فيها شي فقاعات ديال الهواء يخرجوا. من بعد ما طابت الكيكه ديالي خدات معايا بالضبط 25 دقيقه كيف ما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل هذا. هي ملي كتخرجوها من الفران كتكون منفوخه ومن بعد كتفش، ولكن ماشي مشكل، راه هكذاك طبيعي، يعني ما تقولوش راه خسرات لكم الا تفشات.
صافي انا خليتها حتى دفات، باقي دافيه يعني، ماشي سخونه ولكن مازال دافيه. غنتقبها كلها بالفرشاة مزيان، كلها. هنايا عندي نص كاس ديال العنبه ديال الحليب، ونص كاس عنبه ديال القشده الطريه او لا كريم فريش، وعندي نص كاس ديال العنبه ديال الحليب المركز المحلى. دابا هذا هو السبب ديال التسميه ديال تريس ليتشيز او ثلاثه ديال الحليبات. التسميه ديال الكيكه كيرجع لهاد الخلطه هذه. صافي انا غادي نسقيها بهذا الخليط ديال الحليب. ها هي من بعد ما سقيتها، واخا كيبان لكم هاد الخليط كتير ولكن راه غادي تشربوا كله. ها هو الكيك ديالي من بعد ما خليته بات ليله كامله. ماشي ضروري تخليه يبات، ولكن خليه حتى يشرب كلشي الحليب. تقريبا تقدروا تخليه ساعتين ثلاثه السوايع، ولكن هو من الاحسن انه يبات او ليله صيبتوه في الصباح تزينوه في الليل، كيعطي المذاق ديالها كيكون احسن. صافي غادي نطلع على كريم فريش ديالي بالتراب مع السكر ونتلاقاو باش نزينوا الكيكه. صافي ها هي الكريمه ديالي وجدات، وصلت للقوام اللي بغيت. كيف ما كتشوفوا راه ثقيله. انا غناخذ واحد لابوش غير ديال البلاستيك هكذا، تقدروا تستعملوا اي وحده عندكم، وتقدروا ما تستعملوهاش كاع، غير حطوا الكريمه فوق الكيكه النيشان وسرحوها بالسباتولا. انا درت فيها هذا القمع. صافي غادي نهز الكريم ديالي ونحطو بحال هكذا. هنايا في التزيين تقدروا تستعملوا اي حاجه، احسن حاجه هي الفريز، ولكن انا ما متوفرش عندي. غادي نستعمل هاد لي بيبي ديال الشوكولا، ولا تقدروا تستعملوا اي حاجه، مارشميلو ولا هاد الجيلي بينز باش تزينوها، ولكن كيف ما قلت لكم احسن حاجه هي الفريز، حيت البيض هي بيضه، الفريز كيعطيها هذاك اللون زوين. صافي انا غادي نخليها واحد ساعه تقريبا على الاقل في الثلاجه، غير حتى تشد لينا الكريمه وترتاح. صافي وغادي نقطعها. من بعد ما وجد الكيك ديالي انا زينته على هذا الشكل، هذا بان لي هذاك المنظر بيض بزاف، ودرت ليها شويه ديال الكاكاو من الفوق. هشيشه كيف ما كتشوفوا، مسقيه وكتذوب في الفم. جربوها اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم، وراه ما حلوهاش نهائيا. اذا بهذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفة. شكرا لكم مرة اخرى على المتابعة، ونهاركم مبروك.